الماضي اللي كان على حق وثور، نشوف الناس تتقاتل تنهب وتغور، ريت اصحاب والريح تنفخ وتدور، حسيت الظلمة في الغفلة سرقت منها النور. العالمية التونسية تخصص لك فضاء تحكي فيه ما غير خوف. المجلس التأسيسي هذه الكارثة نتاع الشعب التونسي. المشهد السياسي توا نحسوا انه مسرحية صامتة. الفلوس هي اللي تغربل، توا ادفع تتعدى. خدام يخدم ب 10000 فرنك وب 12 دينار، باش ياخذ كيلو الفلفل ب 2500، وباكو الحليب ب 11 مليع دينار. واش؟ من اللي عنده ربع صغار شنو يعمل؟ يمشي يشري لهم البيرة اللي ولت البيرة ب 800 فرنك؟ علاش نغطيو عين الشمس بالغربال؟ كل شيء واضح وكل شيء زاد، نخدم في النهار ب 10000، نوزعهم على التاكسي والحليب ونقعدوا بلاش. التونسي اليوم يقول كلمته، يعطي رايه بكل حريه. انا عندي ثلاثه متخرجين ولا واحد في مخ. تصلحوا سلك التعليم، سلك الصحه، باش تخدم بلاد غيرك، خدم بلادك قبل ما تخدم الاخرين. الاسلاك كلها مقصوصه عندنا في تونس. كما قال نزار الله يرحمه، نزار قباشي، اي حبل الفجيعه ملتف على عنقي، من ذا يعاتب مشنوقا اذا اضطرب، من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شربه. إن يكن هؤلاء هم نسبي فأني على العصور أرفض نسبه. أتمنى للشعب التونسي الخير، وأتمنى لتونس الخير والسلام. فهمتني؟ والسلام عليكم. ملايا تونسي، عبر في برنامجك تونسي ونعبر.